بص بقى يا عم بيليا، احنا نقسمها قسمة العدل، يعني في 3 حتت، تاخد انت حتة وانا حتة والحتة الزيادة دي كل واحد نص. امين يابا؟ يا عم ماشي بس ناكل. بص يابا، هنا في 3 حتت، هتاخد انت حتة وانا حتة ونقسم دي. انا هقسمها انا، انت عارفني. لا انا هقسمها. بص، انت حتة وانا حتة. ايوان، انت حتة وانا حتة، انت حتة وانا حتة. وابقى الطبق ده ليا، خد انت اللي جدو. ايه ده بيليا ده؟ ايه ده، انت بتديني فتافيت يا بيليا؟ لا يا بابا، رجعهم الطبق تاني زي ما هم ونقسم من اول وجديد يا بيليا. يا عم ماشي، اقسم بقى عشان جعان. لا، ما انا مش هقسم كده، انا لازم اغسل ايدي قبل ما اقسم. ما انت عارفني يا بيليا، انا نضيف. ماشي، قوم اغسل ايدك على بال ما اخلصهم، قصدي على بال ما كده يعني. اوعى بيليا تاكل حاجه يا بيليا. يا بيليا يا عم ما تخافش، مش هاكل حاجة. قوم اغسل ايدك بس وبقى تعالى. يا عم ماشي. ده دخل دخل بجد. دي جي نيرو، انا كده شطبت على الفراخ كلها، انا اخلع انا بقى. يا رب ما اكون جه. اتاخرت عليك يا بيليا. بيليا، ايه ده؟ ايه ده يا ابني الجزمه؟ الواتساب لحجم بس. يا صابر عدمي، ايه اديلي قوطة الدواء ولا ايه؟ يا ابني المفجوعة يا بيليا، طب انا اكل ايه دلوقتي؟ يا ابني المفجوعة، يا رب بيليا بطنك توجعك، يا رب بطنك توجعك. كان نفسي فيه، كان نفسي اكل حتة بحتة صغيرة. ما اعرفش ازاي سبته ومشيت. ماشي يا بيليا ماشي.